شكراً، توقف المطر. جيدة. دونغ دونغ. آتن، سنلعب الغميضة بجانب النهر. حسناً، لنرى من سيصل أولاً. مرحى. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. واو، تعالوا سريعا. قادم. لقد أتيت. هيا أسرع. قنافل. دعوني أرى. لطيفة ومستديرة. رائعة. إنها تشبه شياو بينغ. إذن أين والدتها؟ يبدو أن هذه القنافذ بدون أم. دعونا ننقذها. أجل. وكيف إذن ننقذها؟ إذا تركناها هنا ستموت من الجوع والبرد. ما دمت أنا من وجدها سأخذها للاعتناء بها. ألم نجد القنافذ معاً؟ أنا من وجدتها أولاً، لذا أنا سآخذها. ماذا إن عادت الوالدة ولم تجد صغارها؟ محقق، أعارض. صحيح، سوف تقلق أمي إذا عادت إلى القرية ولم تجدني. لكن هل ستعود أم القنافذ؟ أيها الأطفال، سننقل الشجرة، ابتعدوا. أيها العم، توجد قنافذ، احرص على عدم إيذائها. حسناً. لنتحقق من هذا عبر الإنترنت. انتظرونا يا صغار حتى نعود. إن رئيس القرية سوف يشتكيني لجدتي. تيان تيان، هيا لندخل. رئيس القرية، ما الأمر؟ هذا أنتما؟ بعد هطول الأمطار لا يمكن للحاسوب تصفح الإنترنت. قد يكون السبب محطة الإرسال، فليصلحها أحد. صحيح، سأبحث عن أحدهم. أهلاً، محل الإصلاحات؟ ماذا فعلتما؟ مرحباً، هيا الآن تحدثا. إنني أخاف أن تأخذيها. لا يوجد إنترنت. ما زلنا لا نعلم كيفية تربية القنافذ. لنبني لها عشاً جديداً أولاً، ونسأل أحد الكبار، وبعدها نتجمع في منزلي. لماذا في منزلك أنت؟ إن والدي طبيب. ليس طبيباً بيطرياً. أنا آسف حقاً. فلنجتمع بمنزلي. لماذا منزلك إذن؟ هذا لأنني أنا من وجدها أولاً. وانغ دي، تعال تعال. لا يجب أن يتعارك الرجل مع فتاة. لنذهب. لقد أتيت. ضعهما معا. هذا كثير، أليس كافياً؟ أليس هذا كثيراً؟ كثير. هكذا ليس كثيراً. تيان تيان، ماذا بك؟
شكرا أمي. جلبت الحليب للقنافذ. قالت جدتي القنافذ ترضعها أمها وهي لن تشرب حليب الأبقار بل الماعز. الماعز إنها هنا. ماذا؟ لما تضحكون؟ لا يوجد حليب ماعز إلا في ثدي أمها. انظري، أحضرت حليب ماعز أصلي من أحد الرعاة. أنت مدهش حقاً، تعلم كل شيء. ليست المعرفة في الكتب فقط، إنما في الحياة أيضاً. وما دام كفى الآن، هيا نطعم القنافذ. أعده لي، أعده لي. وانجدي، وانجدي، أأنت بخير؟ دونغ دونغ. لقد كنت أمزح معك. أمزح فقط. هيا تفضل. أنا آسف. لا، أبقها وأطعمها وأنا سأنظف. خذ، سأنظف أنا. انتهيت. أنتظركم عند النهر. ربما لا تريد. إنها تبدو قلقة. لنجرب مداعبتها. ها، فكرة. فلتحذر. خذي. هيا أحبتي. ألن تتناوله هكذا؟ فلننتظر. ها، لقد شربته. انظروا. لنحضر الأوراق الجافة والتبن. شاو بينغ، لنذهب معا. اشربي المزيد يا حبيبتي. وانغ دي، انتظرني. لنذهب. حليب الماعز فعال. أما زلت غاضبا مني؟ بالطبع لا، فأنا لست ضيق الأفق. أكلت ثلاثتها، رائع. أجل، فلتنظري إليها. ياهو. الآن لديها منزل. يا له من عش جميل. مذهل. هيا، عليك أن تدخلي لكي تستمتعي. ستعلم والدتها أن هذا منزلها.
为什么一定要想